نروح للماتشين النهارده اللي اتلعبوا في الدوري العام. نستعرض الاهداف، فاركو مع المقاولون العرب، المباراه انتهت بالتعادل 1-1. مباراه اقيمت في استاد برج العرب، لان قبلها كانت مباراه الاتحاد السكندري واللي انتهت بالتعادل بدون اهداف، لم تشهد اهداف مع فريق نادي زد. يعني هجمات من هنا وهجمات من هنا الى ان تمكن فاركو في الدقيقه 33 انه يسجل هدف التقدم عن طريق احمد شريف. فوز كان فاركو في اشد الاحتياج ليه، لكن ايضا تعادل كان المقاولون العرب في اشد الاحتياج ليه هو الاخر، بعد تقدم فاركو بهدف في الدقيقه 33. اعزائي المشاهدين، نجح فريق المقاولون العرب في العوده بهدف، فرص بقى غريبه بتضيع، يعني فرص تستغرب لها جدا انها بتضيع سواء من هنا او من هنا، لكنه عماد ميهوب في الدقيقه 65 ومن ضربه راس رائعه بيسجل هدف التعادل، يقتسم الفريقان نقاط المباراه. في الجانب الاخر، النهارده طلع الجيش كان بيستضيف الجونه، والحقيقه الجونه بيواصل عروضه الطيبه، وكان متقدما في الدقيقه 43 بهدف مش هقول بقى اسمه، رندرنننننتتتا كده يعني اسمه كده يعني، فتقدم 1-0 قبل نهايه الشوط الاول بدقيقتين فريق نادي الجونه. وهنا القرار التحكيمي للكابتن محمد عباس مايو، رجع للفار مره اخرى. احيانا في مباريات يا جماعه ما بتمكنش من متابعتها، الغى القرار بناء على يعني الفار. هنا فريق طلائع الجيش يعني هنا بخته حلو، حارس مرمى الجونه احمد مسعود، الى ان نجح فريق الجونه في ادراك هذا الهدف قبل نهايه الشوط الاول. اعزائي المشاهدين، المباراه بقى فضلت في الشوط الثاني بقى يعني رايحه جايه، وكفاح مستميت من الجونه للحفاظ على الهدف، ومحاولات هجوميه من طلائع الجيش لادراك الهدف الثاني. هنا الجونه ضيع المباراه من ايديه، يعني خلاص المباراه كانت، ده الهدف ده يخلص المباراه تماما، لكن فتح الله في الوقت الضايع في الدقيقه الرابعه او الخامسه من الوقت بدل الضائع ينجح في ادراك هدف التعادل، وايضا اقتسام نقاط المباراه ما بين الجونه وطلائع الجيش. والغريب كمان انه طلائع الجيش في الدقائق القليله المتبقيه كاد ان يخطف نقاط المباراه. هذا كل ما حدث في مباريات اليوم. زي ما